الوقت متأخر الآن والقصف كما ذكرت مستمر. فذكر الدفاع المدني قبل قليل بأنهم فوجئوا بعدة أبنية وعدة أقضية يوجد فيها قتلى وجرحى ويوجد فيها حالات اختناق لا يستطيعوا أو لم يستطيعوا التحرك جراء بعد استهدافهم بهذه الغازات. هذه الصور إذن الواردة والتي وردت إلينا من مدينة من داخل مدينة دوما. نشاهد الزبد الذي يخرج من الفم نتيجة هذه الغارات. طبعا بعض المراكز حقيقة قد تكون ليست مراكز إنما ربما منازل يقومون بعلاج بسيط أو سريع لبعض من هذه الحالات، ربما يعني يساهم بإنقاذ حياة من استطاعوا. إذا كما ذكرنا الدفاع المدني كتب على صفحته بأنهم عاجزون عن فعل أي شيء بعد استهداف المستشفى التخصصي الوحيد داخل المدينة بعد عصر هذا اليوم. إذا القصف المدفعي حتى الآن لا يزال مستمر على المدينة. حالات طبعا معظم الوفيات كما شاهدنا يجدكم يا العرب ونساء داخل الملاجئ تحت الأرض هم قتلى بسبب هذه الغارات التي استهدفت. تم استهداف المدينة من خلال مروحيات تحمل براميل تحوي على غازات تامة. وأيضا ذكر لنا بعض المسؤولين بأن هذه الغازات قد تكون معدلة، يعني منهم من قال بأنها سارية. إذا كما ذكرنا حقيقة لا نستطيع ذكر الأعداد هذه كوشجة السعودية. هم كيف ميدو؟ كيف ميدو؟ يقمر في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، البلد اللي نزل فيها القرآن. راهم يقمروا، بصح الأطفال الصغار كيموتوا واحد ما لباله، والله العظيم غير واحد ما لباله. فينكم يا عرب؟ فينكم يا مسلمين؟ الأطفال راهم يموتوا بالغاز الكيماوي. شوفوا غير الغاوي الغاوي اللي خارجين من فمهم وانتم مساكتين، مديتوا يديكم لإسرائيل وبوتين قاعد يقتل فيهم وبشار قاعد يقتل فيهم. وقتها تتكلموا، وقتها تهضروا وتوقفوا وقفة واحدة كمسلم واحد كشعب واحد. ربي حاسبكم، ربي حاسبكم إن شاء الله. ونقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حكام البلدان المسلمة. ليكم بيوم إن شاء الله، ربي ليكم إن شاء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل.